خطوة إلى الخلف تتراجع من خلالها السعودية عن حصارها الكلي، وتعلن فتح بعض الموانئ والمنافذ اليمنية التي أغلقتها مؤخرا. الأمم المتحدة وصفت الخطوة بغير الكافية لعبور المساعدات، وجددت مطالبتها برفع كلي للحصار المفروض منذ أسبوع، مؤكدة حاجة المنظمات الإنسانية للوصول الكامل إلى كل الموانئ والمطارات. سيظل الحصار قائم، نحن نراهن على قدرة الأمم المتحدة على إعادة تفعيل ميناء الحديدة وأيضا مطار صنعاء، وطالما هناك رقابة من قبل التحالف وتفتيش ولا يمكن وصول أي رحلات قوية، كما لا يمكن وصول أي سفن إلى ميناء الحديدة إلا بعد التفتيش، فما هو السبب والمبرر لهذا الإغلاق؟ الخطوة السعودية اقتصرت على المنافذ الواقعة تحت سيطرة قوات تحالفها في عدن وسيئون والوديعة. ناشطون وخبراء يمنيون قالوا إن تخفيف الحصار يتمثل في فتح ميناء الحديدة وفي رفعه بفتح مطار صنعاء لتجنب كارثة إنسانية على مستوى الوطن. استمرار مثل هذا الحصار وضربه يعني هو سياسة تجويع وإذلال وتعبير عن فشل وعجز في الميدان للذهاب إلى الحصار الاقتصادي، وهذا ما غلبت عليه الممارسة السعودية في أكثر من مكان. تداعيات مخيفة ومرعبة خلفها إغلاق المنافذ اليمنية في أسبوعه الأول، مفاقما سوء الوضع الكارثي في بلد يحتاج 77% من سكانه إلى مساعدات إنسانية وصحية يومية. شعب على حافة المجاعة والموت، حياة الآلاف هنا على المحك مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة ومطار صنعاء، هكذا تقول المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، وهي تشاهد ظهور مؤشرات كارثة غير مسبوقة يصعب السيطرة عليها لاحقا. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.